صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. صباح الخير مشاهدينا الكرام. على مدار ساعتين ان شاء الله في هذا الصباح هنكون مع حضراتكم بمجموعه متنوعه من الاخبار المحليه والعالميه والتقارير، وعندنا فقرتين حواريتين ان شاء الله. نتمنى ان الساعتين ينالوا اعجاب حضراتكم في هذا الصباح، ولكن قبل كل شيء مبروك لمحبي الشتاء. النهارده ابتدى الشتاء يعني بشكل رسمي، بقى في مطرة غير متوقعة غزيرة جدا بدينا بيها اليوم. ان شاء الله فصل خير في القاهرة على لان ممكن في المحافظات ما فيش اكيد. يعني لان كل الناس كانت بتسال على الشتاء، فين الشتاء، هيجي امتى الشتاء، لا الشتاء جه بالسلامه. الحمد لله. الحمد لله. طيب النهارده عندنا موضوعات مختلفه. عندنا موضوع عن السكن، طبعا مشكله الاسكان اللي بتحاول الدوله بقدر الامكان على مدى سنين طويله حلها، وفي مشروع سكن لكل المصريين اللي في تكليفات رئاسية بإنجازه لمحدودي الدخل في المدن الجديدة. هنلقي الضوء على هذا المشروع وأهم شروطه، وإزاي ممكن الناس تقدم فيه، وإزاي ممكن يستفيد منه أكبر فئة أو أكبر عدد ممكن من محدودي الدخل. فقرة تانية هي فقرة طبية. فقرة طبية هنتكلم فيها عن أمراض البطنة والسكر، ودي نصائح مهمة للتعامل مع الطقس البارد، وإيه اللي نشربه وإيه اللي ناكله في فصل الشتاء، خاصة إن ممكن ناس كتير قوي بتصاب ببعض الأمراض من الأكل الغلط في الشتاء خصيصا. ففي الفقرة دي هنتكلم عن إيه اللي ممكن مناسب وإيه اللي مش مناسب، وهنتكلم طبعا عن حاجات تانية في أمراض البطنة والسكر. خليكم معانا، لكن نبتدي معاكم بأهم يعني ما حدث في مثل هذا اليوم. عادة بنحب نلقي الضوء على الأحداث اللي حصلت زي النهاردة كل يوم. النهاردة الحقيقة ذكرى ولادة أو ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري، وهو من كبار قراء القرآن الكريم، وقد أجاد قراءة القرآن الكريم، هي ذكرى وفاته الحقيقة عفوا، وأجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر، ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين وأشهر القراء في العالم الإسلامي. شيخ محمود خليل الحصري ولد في 17 سبتمبر من عام 1917 بقرية شبرا النملة بطنطا بمحافظة الغربية، وبدأ رحلته في حفظ القرآن عن عمر 4 سنوات بالكتاب، ثم انتقل لتعليم القراءات العشر وعلوم القرآن في الأزهر. عين الشيخ محمود خليل الحصري قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا عام 1950، ثم قارئا لمسجد الحسين بالقاهرة، وتوفي في 24 نوفمبر 1980 بعد أن ترك العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة والعديد من المؤلفات اللي من أشهرها أحكام قراءة القرآن الكريم والقراءات العشر من الشاطبية والدرة والنهج الجديد في علم التجويد. خلونا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن الشيخ محمود خليل الحصري، وبعده نبدأ مجموعة من الأخبار المتنوعة في هذا الصباح. خليكم معنا. القارئ المعلم الشيخ محمود خليل الحصري، واحد من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي. كان ميلاد الشيخ الحصري في 17 من سبتمبر عام 1917
في قرية شبرا النملة في طنطا بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره، ثم التحق بالمعهد الديني في عمر 12، وتعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر الشريف، ودرس علوم القرآن الكريم، وتقدم إلى امتحان الإذاعة عام 1944، ووصل من خلالها صوته شرقاً وغرباً، وهو أول من سجل المصحف المرتل للإذاعة المصرية برواية حفص عن عاصم. أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وهو المصحف المرتل برواية حفص، وكان ذلك في سنة 1961. وأصدر الحصري بعض المؤلفات، ومنها أحكام قراءة القرآن الكريم، فضلاً عن تسجيل المصحف المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عند افتتاح المؤتمر الإسلامي الأول بالهند عام 1960، قرأ الحصري القرآن الكريم أمام الزعيمين عبد الناصر وجواهر لال نهرو، ليصدر عبد الناصر قراراً بتعيينه شيخاً لعموم المقارئ المصرية عام 1961. بعدها بعدة سنوات أصبح رئيساً لاتحاد قراء العالم. كما رافق الحصري شيوخ الأزهر في بلاد كثيرة وأحداث مهمة، لتهتز جنبات الأمم المتحدة بسماع صوته منشداً وقارئاً للقرآن وإقامة الآذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كان الشيخ الحصري قارئ للصورة بالسيد البدوي، ثم انتقل لمسجد الحسين بالقاهرة، وظل فيها حتى رحل عن عالمنا في 24 من نوفمبر عام 1980، تاركاً خلفه المعهد الديني والمسجد والتراث الذي يملأ إذاعات العالم. أهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نبدأ مع حضراتكم بأخبار الطقس وهطول الأمطار على محافظة القاهرة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء. للمزيد من المتابعة معي الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هل إحنا فوجئنا النهاردة بالأمطار، ولا كان ده متوقع أنها تبدأ خلاص الأمطار وهيبدأ موسم الشتاء رسميا؟ هو طبعا طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأسبوع الماضي، وإحنا أصدرنا تحذير بحالة من التقلبات الجوية اعتبارا من يوم الأحد، ويمكن التحذير ده تم نشره من الأسبوع الماضي، وتم تكرار نشر هذا التحذير أكثر من مرة. طبعا مع يوم الأحد في تقلبات جوية زي ما احنا شايفين، بدأت من فجر اليوم على العديد من المناطق، وده بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وخاصة من منطقة تركيا وقبرص، لأن في منخفض
مرض متعمق بشكل كبير على هذه المناطق، وده أدى لجلب كتل هوائية باردة معها يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح. سرعة الرياح هتتراوح ما بين 40 و50 كيلو متر ساعة على المناطق الداخلية. أيضا سرعات الرياح العالية هتؤدي لاضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ويمكن احنا أصدرنا تحذير بحري للبحرين الأحمر والمتوسط. ارتفاع الموج متوقع يوصل من 4 ل 6 أمتار، فطبعا الأنشطة البحرية غير مهيئة تماما اليوم وغدا على البحرين. أيضا طبعا هيصاحب ذلك سقوط الأمطار اللي بدأت بالفعل منذ فجر اليوم على السواحل الشمالية تشمل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وامتدت لمحافظات الدلتا وأيضا القاهرة الكبرى، والساعات القادمة هتمتد لمدن القناة ولسيناء وأيضا شمال الصعيد. الأمطار مستمرة معانا اليوم على مدار اليوم لأن سرعات الرياح العالية بتجلب نسب رطوبة عالية جدا من منطقة البحر المتوسط، وبالتالي ده هيؤدي لاستمرار سقوط الأمطار على طبعا مع استمرار نشاط الرياح بسرعات عاليه اللي ممكن تؤدي لاثاره الاتربه على بعض المناطق وخاصه الصحراويه والسريعه. فلازم ناخد بالنا كويس جدا من القياده سواء بسبب الامطار او الاتربه اللي هتكون موجوده على الطرق السريعه. كمان مش بس كده، مهم جدا نتجنب الوقوف تحت اللوحات المعدنيه او الاشجار او المباني المتهالكه او ركن السيارات، لان ممكن تحصل لها سقوط لبعض اللوحات مع سرعات الرياح العاليه اللي هتستمر معانا اليوم وغدا ان شاء الله. انخفاض درجات الحرارة، أنا بسأل حضرتك دلوقتي، هل إن إحنا خلاص لازم يعني نحتاط من ذلك واللبس الشتوي يكون ملازم لينا دلوقتي، خاصة إن ساعات النهار بيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن مع سقوط الأمطار هل خلاص بدأنا في موسم الشتاء مبكرا قبل موعده؟ هو طبعا فعلا انخفض درجة الحرارة بشكل كبير، فلازم نكون فعلا مستعدين ويكون معنا جاكيت طول الوقت سواء بالنهار أو بالليل. يمكن الأسبوع الماضي كان في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وكان جو دافي جدا، لكن بدأت تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ سواء أثناء النهار أو الليل. وطبعا الأطفال وكبار السن تحديدا لازم يكون معنا جاكيت ولازم ناخد احتياطاتنا. الشتاء لسه المفروض هيبدأ 21 ديسمبر، لكن هذه الحالة هيصاحبها انخفاضات الحرارة وهتستمر على مدار الأسبوع، فده معناه إن احنا خلاص نبدأ نرتدي الملابس الشتوية ونكون جاهزين دايما بالجواكت الثقيلة تكون معانا خلال هذا التوقيت. هل المتوقع يا دكتورة إيمان أن الشتاء المقبل سيكون شتاء قارس البرودة، ولا كل الكلام اللي احنا سمعناه أن الصيف طالما شديد الحرارة هيكون الشتاء قارس البرودة ده كلام غير صحيح؟ هو طبعا ما فيش ارتباط ما بين الفصول، لكن شتاء دافي جدا، كانت معدلات الامطار اقل من المعدل، درجات الحراره كانت اعلى من المعدل وكان شتاء دافي. لكن هذا العام مع ظاهره اللانينيا، طبعا احنا كنا متاثر بظاهره النينو اللي اثرت علينا على مدار سنتين وادت لارتفاع كبير في درجات الحراره سواء في الصيف او في الشتاء، بدانا نتاثر بظاهره اللانينيا هذا العام وده بيؤدي لانخفاض في درجات الحراره. فمتوقع ان شتاء 25 يكون اقل في درجات الحراره من 24، ويكون طبعا في بعض الايام اللي تكون بارده وايضا نسبه الامطار ومعدلاتها تكون أعلى من المعدلات، فطبعا هيكون شتاء مختلف عن 2024 إن شاء الله. فلازم نستعد من دلوقتي ونكون جاهزين سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى طبعا القيادات. دكتورة إيمان شاكرا، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، شكرا لحضرتك. نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالات باليوم العالمي للطفولة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظات مصر المختلفة لتعزيز أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وتم تسليط الضوء على أهمية حقوق الطفل وحمايته من العنف والاستغلال ورعايته صحيا لضمان مستقبل أفضل. وأوضحت المؤسسة في حسابها الرسمية عبر موقع فيسبوك أن الهدف هو بناء جيل قادر على بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة. وجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإتاحته فتح مستشفيات الشرطة بكل من مدينة نصر، العجوزة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط للكشف على النساء بالمجان من الساعة 5 إلى 8
مساء. وأشار المجلس في بيان له إلى أن ذلك يتضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 من ديسمبر المقبل. وأضاف المجلس القومي للمرأة أن وزارة الداخلية قررت منح النزيلات والنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 من نوفمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق من 5 من ديسمبر المقبل. للمزيد من المتابعة معي الدكتورة رندا فخر الدين، مستشار الصحة الإنجابية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اتكلمينا عن المبادرة دي. بالنسبة للكشف على السيدات، يعني اقول لحضرتك اولا ال 16 نعم يوم دكتورة هيك سامعني؟ الو دكتورة رندا؟ ايوه مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي. طبعا ال 16 يوم ضد العنف دولت، او ال 16 يوم من الانشطة لمواجهة او مناهضة العنف ضد النساء، من الايام اللي يمكن معظم المؤسسات او سواء الحكومية او المؤسسات الاهلية بتستعد لها يمكن من قبلها بشهور لمحاولة تعريف الناس بان هذه الفترة هي فترة، او 16 يوم دول هما عدد من الايام اللي بنحاول نفكر فيها الناس ان الخدمات التي تقدم للنساء او المعاملة او ممارسات الضرر اللي ممكن تصيب النساء ده نوع من التعدي على حقوق الإنسان، لأن هي بتربط من يوم 25 نوفمبر اللي هو يوم مناهضة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان. بس 16 يوم دولت يمكن المبادرات كثيرة بتتعمل، بس المبادرة مميزة جدا أن تتفتح المستشفيات لخدمة النساء. صحيح، لأنه فعلا يعني احنا بنعاني بشكل كبير من قدرة النساء اوقات للوصول للخدمات الصحية ذات الجودة نتيجة ان سواء عنف بتواجهه في الاسرة بتاعتها او نتيجة ظروف اقتصادية او لاسباب كتيرة. يمكن اوقات المرأة بتفضل انها تقدم الخدمات لولادها عن انها بتاخد هي الخدمة بنفسها، فكون ان الخدمة تتقدم لها بشكل مجاني اعتقد دي مبادرة يمكن غير مسبوقة. طبعا هو جهد مشكور من وزارة الداخلية ان هي تستقبل هؤلاء النساء في مستشفيات أكيد. مستشفيات وزارة الداخلية او مستشفيات الشرطة، خاصة ان تلك المستشفيات هي مجهزة على اعلى تجهيزات، فبالتالي ستقدم لهم الرعاية الكافية والرعاية اللازمة لهم، وخاصة انها ذات جودة زي ما حضرتك بتقول. صحيح. يعني انا ممكن ألجأ لخدمات تكون على قد الظروف الاقتصادية بتاعتي، فبالتالي مش هتكون بالجودة اللي ممكن اللي انا محتاجها حقيقي. لكن كون ان مستشفيات وزاره الداخليه تفتح ابوابها للسيدات لمده 16 يوم يعني مبادره بجد، اتمنى انها تستمر فترات اطول، ما يبقاش بس خلال 16 يوم. وجهد مشكور جدا للمجلس القومي للمراه لانها فعلا مبادره غير مسبوقه. يعني احنا فعلا في احتياج لمبادرات زي ديت تدعم النساء بشكل حقيقي، نشوف احتياجاتهم الفعلية وتبتدي توجهها لهم. النساء في مصر فعلا يعني الدولة اهتمت بيهم في الفترة الأخيرة جدا، وابتدت تحاول توجد فعلا التمكين الحقيقي للنساء اللي هم محتاجينه، بس احنا لسه محتاجين كمان. فترات طويلة كانت النساء في الدولة المصرية بتعاني من التهميش، السنين الأخيرة الحمد لله ابتدت المرأة تاخد حقها، ابتدت المرأة تاخد الخدمات اللي تستحقها، بس لسه محتاجة ان المواطن لسه محتاجين. وفي ناس كتير قوي قالوا ان خلاص يعني المرأة خدت كل حقوقها في هذه الفترة، فايه اللي ممكن محتاجينه في الفترة المقبلة ايضا يا فندم؟ محتاجين قبل ما اسأل حضرتك عن حياة كريمة، اتفضلي. اللي محتاجينه فعليا ان المرأة تكون تاخد التقدير اللي تستحقه من الآخرين، هي الدولة ادتها التقدير، بس احنا محتاجين كمواطنين نقدر الدور اللي بتقوم بيه المرأة، نساعدها على انها تكمله دورها كأم. لازم يكون
للتقدير المناسب اللي يخليها تكمل هذا الدور بشكل صحيح، وفي نفس الوقت تشارك في الأنشطة الاقتصادية، تشارك في المشاركة السياسية بشكل حقيقي. ده حق المرأة، هو حق، مش يعني معلش، هي مش ان احنا بنطلب انها نفضلها عن بقية المجتمع، ولكن هي حقوق فقدتها خلال سنين طويلة، فمحتاجة انها ترجع لها تاني. الحمد لله يا فندم، يعني هي القيادة السياسية مهتمة فعلا وأعطت الكثير والكثير للمرأة. عايز أسأل حضرتك عن مؤسسة حياة كريمة، واللي نظمت احتفالات باليوم العالمي للطفولة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وأيضا وزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظات مصر المختلفة. كيف ترى اهتمام تلك المنظمات باليوم العالمي للطفولة؟ ده مهم جدا. الطفل هو المستقبل، الطفل هو الحاضر دلوقتي والمستقبل بعد كده. لو احنا اهتمينا وعدينا الطفل بشكل صحيح، بالتالي هنقدر نخلق شباب عندهم انتماء، شباب فاهمين يعني ايه تنمية مستدامة، شباب عندهم القدرة على ابنهم فعلا يوصلوا بمصر لما تستحقوا. مصر كبيرة قوي، محتاجة ناس فاهمة يعني ايه مصر، بتشتغل على انها فعلا التنمية المستدامة دي حاجة مش كلمة بتتقال، لا ده مجهود لازم يبذل، لازم كلنا نشارك فيه، لازم كلنا نشارك على بناء الإنسان المصري بشكل صحيح. فالمؤسسات اللي هي بتعمله ده هي الطريق الصحيح لبناء مستقبل مصر، إن أنا أقدر أبني الطفل المصري عشان يكون مواطن مصري قادر على الحفاظ على الدولة المصرية. دكتورة رندا، يعني أنا وأنا أيضا أشكر حضرتك، يعني اهتمام بالمرأة واهتمام بالطفل والرجل، يعني بالنسبة للرجل هل تحتاجينه ولا مش محتاجينه معاكو؟ شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتورة رندا فخر الدين، شكرا لحضرتك. تعد محافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى في الانضمام للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وعبر نحو 50 منشأة صحية تم تقديم أكثر من 13 مليون خدمة علاجية وطبية لمنتفع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية منذ بداية الإطلاق. نتابع. مشروع التأمين الصحي الشامل هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين كأحد أهم إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي. المجمع الطبي بالإسماعيلية والذي يقدم خدماته الطبية والعلاجية المتميزة لما يزيد على 1.5 مليون مواطن عبر ما يقرب من 50 مركزا ووحدة صحية ومستشفى من خلال فرق طبية متطورة ومبان حديثة وأجهزة عالية الدقة. محافظة الإسماعيلية تعد ثلاث المحافظات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. هي عدد المنتفعين اللي بيغطي لهم الخدمات الصحية في محافظة الإسماعيلية قرابة 1,500,000 نسمة. أنا عندي عدد وحدات ومراكز رعاية أولية 45 وحدة ومركز بيقدموا الرعاية الأولية، وعندي 5 منشآت رعاية سنوية وثلاثية. طبعا باتباع إن شاء الله هتصل عدد المنشآت في المنظومة إلى 60 منشأة. 22 خدمة طبية مستحدثة بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية، أبرزها زراعة القرنية والقوقعة وعمليات القلب المفتوح بتكلفة على المريض لا تتعدى 400 جنيه، في حين تكلفتها في الخارج تتعدى 1,000,000 جنيه. احنا عندنا لما الخدمات الكبيرة جدا المستحدثة او الموجودة وبتلقى اقبال كبير زي خدمات جراحات القلب المفتوح سواء للكبار او للصغار، اللي كانت بتقريبا كل اهل الاسماعيلية ومحافظات القناه بيضطروا للسفر للقاهرة او يمكن لخارج مصر عشان يقوموا بعملها. النهاردة عمليات القلب المفتوح بتكلفة 420 جنيه يقدر يعمل عملية قلب مفتوح اللي هي كانت بتكلف تقريبا تكلفة تصل للمليون جنيه، بيعملها بمبلغ زهيد. وكذلك كل خدمات المناظير الجراحية بكافة أنواعها، جراحات الأورام المتقدمة بكافة أنواعها، زراعة الكبد. احنا النهاردة تم اعتماد وحدة زراعة الكبد وجاري استقبال حالات إن شاء الله لعملها داخل المجمع الطبي.
يضم مجمع الإسماعيلية الطبي مباني تخصصية تغطي أقساما متنوعة مثل البطنة والجراحة العامة ووحدات العناية المركزة وعنايات الأطفال ووحدات القلب والقسطرة، بالإضافة إلى معامل التحاليل المتقدمة ومراكز الأشعة المختلفة، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات العلاجية وفقا للممارسات الطبية العالمية. بعد هيئة الرعاية الصحية ودخول التأمين الصحي الشامل، طبعا بعد توفير كافة الإمكانيات كتوفير سواء البشرية أو المستلزمات الطبية، بنشتغل كل يوم، يعني كل يوم لمدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. دخلنا خدمة الدعامة الحرجة أو دعامة إنقاذ الحياة، دي ما كانتش موجودة قبل كده، دخلت مع التأمين الصحي الشامل. العيانين مرضى الجلطات القلبية بنتدخل ونركب دعامة الحياة في وفق المعدلات العالمية. احنا ماشيين على المعدلات العالمية في اقل من نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير. المجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية يمثل نموذجا رائدا في تقديم خدمة صحية وعلاجية متنوعة ومتميزة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يتمتع به من فرق طبية مؤهلة من جانب، واستخدام احدث الأجهزة والمعدات الطبية من جانب اخر، لخدمة ما يزيد على 1.5 مليون مواطن داخل محافظة الإسماعيلية. من المجمع الطبي بالإسماعيلية، محمد عبد الصبور، النيل للأخبار. حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا مع حلول فصل الشتاء، حيث أطلق مبادرة صناع الدفا التي أعلنت عنها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو الاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي للعام الخامس على التوالي، برعاية وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي. وتستهدف المبادرة دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 50,000 بطانية وكراتين مواد غذائية في القرى الأكثر احتياجا، وهي قرى حياة كريمة والمناطق الحدودية الصحراوية. للمزيد من المتابعة معي الأستاذ لؤي حسين أحمد، عضو المكتب الفني للتحالف الوطني. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني مجهودات يعني تشكر عليها، جهد كبير جدا، خاصة أن احنا مقبلون على فصل الشتاء وهناك أسر أكثر احتياجا وتحتاج إلى الدعم في تلك الفترة. كلمنا عن مجهوداتكم في هذه الفترة وبتروحوا فين بالنسبة للقرى الأكثر احتياجا. تفضل. الحمد لله احنا من بدايه التحالف الوطني اهتمام دايما دايما دخول فصل الشتاء ان احنا بنقدم مساعدات موسميه، وطبعا ده مش من اول، يعني مش من السنه دي بس. فعندنا طبعا زي مبادره صناع الدفا دي اطلقناها كمرحله اولى السنه دي، في المرحله الاولى مستهدفه 6 محافظات، الفيوم والبحيره والغربيه والاقصر واسيوط وشمال سيناء. والمستهدف بتاعها ان احنا نوصل ل 50,000 مستفيد وب 10,000 اسره. طبعا مش مجرد بس توزيع البطاطين، لا، هيبقى في توزيع مساعدات غذائيه زي وجبات ساخنه ومواد غذائيه بخلاف البطاطين. ولسه ان شاء الله ان احنا مستكملين في المبادره بان احنا نغطي كل محافظات مصر. وطبعا احنا على مستوى الجمهوريه في نفس التوقيت بالتزامن مع مؤسسات التحالف كلها بيتم برضو تقديم مساعدات نقديه ومساعدات غذائيه على مستوى المحافظات كلها. ايه المحافظات اللي انتوا بداتوا بيها دلوقتي؟ احنا عندنا 6 محافظات في المبادره ابتدينا بيها، اللي هي الفيوم والبحيره والغربيه والاقصر واسيوط وشمال سيناء. ودي مرحله اولى، وباذن الله احنا مكملين في المراحل القادمه، يعني بحيث ان احنا في نهايه فصل الشتاء يكون وصلنا لكل محافظات مصر. ايه اللي بتقدموه من خلال تلك المبادره للأسر؟ يعني الناس عايزة تعرف، يعني عرفنا بتقدموا إيه للأسر خلال هذه المبادرة قبل فصل الشتاء. طبعا بعد رجوع القواعد البيانات عندنا للمستفيدين وطبعا الأسر أكثر احتياجا، طبعا بنوزع لهم دي كبداية عشان دخول فصل الشتاء اللي هي البطاطين، وطبعا بيبقى في توزيع بقى من مؤسسة تحالف ملابس أيضا شتوية، وبيبقى طبعا معاها الكرتونة الغذائية والوجبات الساخنة. وطبعا الوجبات الساخنة دي بتبقى بصفة يومية في كذا قرية في كذا محافظة في نفس التوقيت، والمساعدات الغذائية طبعا دي بتبقى حاجات بصفة شهرية. بصفة يومية أو بصفة شهرية لمدة قد إيه؟ طوال فترة الشتاء ولا على طول؟
طبعا طول فترة الشتاء واحنا طول طول فترة السنة، يعني الشتاء. احنا طول السنة انتوا عندنا طول السنة. المبادرات معاكم تتجدد ربما مع الفصول السنة، ربما مع المناسبات، ربما مع الأعياد، فهي تتجدد. ولكن المبادرة اللي انتوا بتتكلموا عليها دي هي خاصة بفصل الشتاء فقط، تقديم الوجبات الساخنة وتقديم المواد الغذائية وتقديم أيضا البطاطين خلال فصل الشتاء. تستهدفون حتى الآن بدأتم بست محافظات، وربما ستستمر في المحافظات الأكثر يعني الأكثر احتياجا في الفترة المقبلة. مبادرة صناع الدفا، الإقبال، وشايف الناس بتقول لكم إيه، وشعور الناس إيه، وإيه اللي بيقوله لكم؟ احنا مكملين في المبادره، يعني المبادره دي خاصه فتره فصل فترة الشتاء. الشتاء، وهي اسمها صناع الدفا. بالظبط كده، بالظبط كده. فطبعا اهتمامنا بين الاولى ان احنا بنوزع البطاطين الشتويه فيها، طبعا مع ان يعني برضو الاسره عشان يخش فيها الفرحه اكتر. لا انا مش هديك بقى بطانيه، لا ده انا هديك برضو كرتونه غذائيه تكفيك الشتاء كله، وكمان هيبقى فيه وجبات ساخنه لجميع افراد الاسره. فالناس طبعا تبقى مبسوطه جدا بحاجات زي كده، لان طبعا بيحس بالاهتمام وان الدوله بتهتم بالمواطن المصري، وان هي بتوصل كمان. احنا بنهتم خصوصا بالمحافظات الحدوديه والمحافظات الصحراويه، عشان طبعا جو الشتاء بيكون قارس فيها اكتر يعني. فطبعا لا بيحسوا فيه اهتمام وفرحه كبيره جدا طبعا من الاسره من ان احنا بنوصل لهم يعني الاماكن دي. ايه هو القادم بالنسبة لكم في الفترة المقبلة؟ القادم باذن الله ان احنا بنستهدف اكبر قدر ممكن من المستفيدين والاسر اكثر احتياجا في مستوى الجمهوريه، ان احنا نوصل لهم كل المساعدات المطلوبه من دعم طبي، دعم غذائي، دعم نقدي، وبرضه نشوف الاسر ايه الاحتياجات بتاعتها، لان احنا بيتم دراسه شامله. هل الاسره دي محتاجه مثلا يبقى ليها مشروع ونعمل لهم تمكين اقتصادي؟ هل في حالات مثلا محتاجه تدخل طبي ومساعدات طبيه؟ هل هم في فتره ان هو بيحتاج طوال الوقت مثلا وجبات ساخنه؟ برضو عندنا التعليم، ان احنا مهتمين ان احنا بنعمل دراسه شامله للمدارس ونشوف الطلاب، ندفع لهم مصاريف اللي هو الاسر برضو اللي هي غير قادره على دفع المصاريف. فكل ده احنا بنعمله دراسات شامله طبعا على مستوى الجمهوريه يعني. الدعم والتمويل يا فندم. الدعم والتمويل؟ ايوه، هل قائم على طبعا التبرعات؟ احنا هل قائم على التبرعات اكثر؟ طبعا احنا الاتحاد الوطني قائم بشكل كامل على التبرعات ايضا، وبرضه تدخلات من رجال الاعمال من تبرعاتهم والمؤسسات كويس. الخيريه الخاصه بيهم. بيغطي كل اللي انتم بتعملوه، المبادرات اللي انتم بتعملوها، خاصة انتم بتعملوا مبادرات طوال السنة. طبعا احنا بنحط خطه سنويه بناء على قواعد البيانات الموجوده في المؤسسات كلها، مؤسسات التحالف. وطبعا بعد الخطه السنويه دي بتكون قايمه عن دراسات حالات وعن قواعد بيانات مسجله عندنا، ونشوف ايه اللي احنا بنقدر نقدمه للناس. والحمد لله احنا باكبر قدر ممكن بنغطي على مستوى الجمهوريه ما أخيرا يا يقارب فندم، حتى الان. وأخيرا وسريعا، بالنسبة لقاعدة البيانات اللي أنت اتكلمت عنها، هل قاعدة البيانات تحدث بصفة مستمرة أو هي قاعدة ثابتة فبالتالي بتنزلوا عليها على طول ما بتتغيرش؟ لا طبعا احنا قاعدة البيانات اول باول محدثة، كويس. وطبعا بنشوف طبعا بين مؤسسات التحالف هل قواعد البيانات متكررة ولا لا. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا يبقى نوصل لاكبر قدر من الاسر، وبنشوف احنا بنحاول بقدر الامكان برضو ان احنا ما يبقاش طول الوقت في الاسر بتستفيد بنفس الخدمة. لا احنا بنشوف الاسر، بنخش جوه بنعمل لهم دراسه حاله، لو في شباب مثلا او امراه بنعمل لهم تمكين للمراه وتمكين للشباب عشان يلاقوا مشاريع يقدر يبقى مصدر دخل ثابت ليه، بدل ما هو يبقى محتاج المساعدات بصفه دوريه. لا ده انا بقى عنده مشروع بقى هو قائم بذاته يقدر يصرف على بيته. أستاذ لؤي حسين، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، شكرا لحضرتك. كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمية. جاء ذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد إتريبس الكبير بمحافظة سوهاج. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد أهمية هذا الكشف الذي يعد النواة الأولى
لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد الجديد بالموقع، لافتا إلى أن واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل يصل اتساعها إلى 51 مترا. للمزيد من المتابعة معي الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. كلمنا يا دكتور أحمد عن هذا الكشف الأثري المهم كما قرأنا في الخبر. يعني هو الكشف الأثري المهم بالتحديد ده في معبد أتربس بسوهاج. هذا المعبد يرجع للعصر البطلمي طبعا، وهو امتداد للحضارة المصرية القديمة، واستطاعت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة في الكشف عن طبعا واجهة السرح اللي تم الكشف عنها بالكامل واللي يصل اتساعها إلى 51 متر. تم تقسيمها إلى برجين، كل برج منها باتساع 24 متر تقريبا، يفرق بينهما بوابة المدخل. لما هنيجي نتحدث عن زاوية ميل الأبراج هنلاقيها أن هي تشير إلى أنه كان من الممكن أن يكون الارتفاع الأصلي للسرح نفسه يبلغ 18 متر، بما يضاهي أبعاد سرح معبد الأقصر بمحافظة الأقصر، وأن البعثة إن شاء الله في الفترات القادمة سوف تقوم باستكمال الأعمال بالموقع للكشف عن باقي المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر القادمة. والمجلس الأعلى للآثار طبعا هيوفر الإمكانيات إن بمعنى أوضح يستمر هذه الاكتشافات الأثرية. لما هنيجي نتحدث أيضا عن الكشف باستفاضة هنلاقي إن أثناء أعمال تنظيف البوابة الرئيسية لتتوسط السرح اللي تم الكشف عن النصوص الهيروغليفية بها، وهي تزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية، بالإضافة أيضا إلى نقوش لمناظر تصور الملك وهو يستقبل المعبودة ريبيت ربة أتربس، ودي طبعا كانت بتمثل برأس أنثى الأسد وابنها المعبود كوالنتس. وبالإضافة كمان إن من خلال دراسة الخراطيش المكتشفة في المدخل هنلاقي على أحد الجوانب الداخلية تبين أيضا أن هذه البوابة تعود إلى عصر الملك بطليموس الثامن، اللي هو بنسبة كبيرة جدا هو نفسه مؤسس المعبد. ومن المرجح أيضا وجود خراطيش باسم زوجته الملكة كليوباترا الثالثة بين النصوص. وبالإضافة كمان نجد أن البعثة نفسها استطاعت من استكمال الكشف عن الغرفة الجنوبية، ودي طبعا كانت قد تم الكشف عن جزء منها خلال أعمال البعثة الأثرية الإنجليزية برئاسة العالم الأثري الإنجليزي بيتري خلال عامي 1907 و1908، ودي طبعا نجد أن تم تزيين جانبي المدخل بها بنصوص هيروغليفية ومناظر تمثل المعبودة ريبت طبعا دي، ورب الخصوبة أيضا مين، وهو طبعا محاط بهيئات لمعبودات ثانوية فلكية بمثابة نجوم سماوية لقياس ساعات الليل. نجد أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن غرفة بسلم لم تكن معروفة من قبل، ويمكن الوصول إليها من خلال مدخل صغير جدا يقع أيضا في الواجهة الخارجية للصرح، وتشير درجات السلم الأربعة إلى أنه كانت تعود إلى يعني أو كانت تؤدي أو تقودنا إلى طابق علوي تم تدميره قديما عام 753 ميلادية أو 752 تحديدا. هنلاقي كمان إن البعثة الأثرية الألمانية أو البعثة الألمانية بالتحديد المشتركة تعمل في منطقة أتربس منذ أكثر من 10 سنوات، ده طبعا أسفر عن الكشف عن الكامل لجميع أجزاء معبد أتربس الكبير، بالإضافة أيضا إلى ما يزيد عن 30,000 استراقة عليها نصوص ديموتقية وقبطية وهيراطيقية والعديد من اللغة الأثرية. هذا الكشف سيقودنا طبعا لمزيد من اكتشاف الكثير من أثار هذا المعبد في الفترات القادمة خلال استكمال مواسم الحفائر إن شاء الله. دكتور أحمد عايز أسأل حضرتك، هي الاكتشافات الأثرية دي هل هي اكتشافات بتتم بمحض الصدفة أو مخطط لها، أو هناك أثر يقودكم أن هناك اكتشاف في تلك المنطقة؟ يعني الاكتشافات الأثرية في منها جزء بقى دلوقتي بمحض الصدفة، بمعنى أنا ممكن أكون بشتغل في حاجة في معبد أو في منطقة أثرية أو في مكان يقودنا الكشف الأثري أنا ما كنتش ببحث عنه أصلا. ولو هناخد مثلا يعني كشف مقبرة توت عنخ آمون كمثال، هنلاقي الصدفة هي اللي قادت طبعا هوارد كارتر في الكشف عنها، على الرغم من أن هي طبعا يمكن أعظم مقبرة أثرية على مستوى التاريخ حتى هذه اللحظة. فمن الوارد جدا في الآثار أنك الصدفة تقودك لاكتشافات أنت نفسك
لا تتوقعها، كنت تبحث عن شيء صحيح. اخر، فده يقودك من كشف الكشف، وممكن الكشف ده يقودنا لكشف تاني خالص. يعني احنا النهارده في هذا الكشف كوزاره او كمجلس اعلى للاثار بنبحث عن جزء معين خاص بالمعبد، من الوارد جدا ان يقودنا لحاجه تانيه خالص احنا نفسنا، يعني في استكمال اعمال الحفاير لحاجه احنا اصلا ما كناش بندور عليها. ولو رجعنا الشهر الماضي في مقبره او جبلة العتاسيف اللي في لوكسور دي، طبعا ترجع لعهد الدوله الحديثه، من خلال اعمال الحفاير قادتنا للكشف عن جبلة ترجع لعهد الدوله الوسطى الاسره ال11 والثانيه عشر. عشان كده بنقول ان صحيح. الاثار نفسها انت بتشتغل كشغل علمي، ولكن اللي بتتوقعه ممكن تلاقي حاجات صحيح. فوق تفوق خيالك انت كاثري او كمتخصص. صحيح. فمعظم ان شاء الله الفتره الاثريه المقبله دلوقتي باذن الله ان احنا ممكن نشوف اكتشافات اثريه، خاصه ان ده ممكن يكون نواه زي ما حضرتك تفضلت وقلت لاكتشافات اخرى في تلك المنطقه. الدكتور احمد عامر اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي، وخلال اللقاء تناول الرئيس السيسي الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاع البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيح تلك المشروعات من فرص استثمارية كبيرة. وفي هذا السياق أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال. وأكد الرئيس السيسي لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل. للمزيد من المتابعة معي الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الأستاذ المساعدين. أهلا بحضرتك. اجتماع مهم واستعراض للرئيس السيسي للمشروعات القومية التي تتم في مصر حاليا، كيف ترى هذا الاجتماع؟ الحقيقة دايما المتابعة من مؤسسة الرئاسة ل المشروعات القومية هي سمة من سمات مؤسسة الرئاسة في العشر سنين الأخيرة، ومثل هذه الاجتماعات بيضمن المتابعة الدقيقة للتأكد من الكفاءة والفعالية وتذليل أي عقبات ممكن تكون موجودة. ويمكن الخبر اللي حضرتك لسه كنت بتتناقش عليه على شهادة دولية من رئيس صحيح. الاقتصادي العالمي صحيح. بما يحدث في مصر من أشهد في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات والخطوات التي تتخذها مصر حاليا بشأن تلك المشروعات القومية التي تنفذ في مصر. صحيح صحيح. ده أمر في غاية الأهمية، لأن دايما بتبقى شهادات الخبراء الوطنيين او المحليين رغم انها هامه جدا جدا، انما احيانا الناس او المؤسسات الدوليه ما بتاخدهاش بشكل جدي وبتعتبرها نوع من انواع المجاملات او التحليل غير الدقيق. انما مثل هذه الشهادات الدوليه هي مش بتترجم في فقط الحديث عن إشادة أو ثناء، إنما إحنا بنتكلم على تدفق لمزيد من الاستثمارات بناء على هذه الشهادات، إعادة لتوجيه صناديق الاستثمار الدولية والشركات العالمية، والإشارة إلى مصر كوجهة هامة جدا في مجال الاستثمار الأجنبي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جدا على مستوى العالم بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص اللي عانت منها مصر في الأربع سنين اللي فاتت، رغم التضخم العالمي ورغم الأزمات العسكرية والسياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، إنما بنشوف في مصر مشروعات قومية لا تزال جارية وقادرة على توظيف العمالة، جذب التكنولوجيا، جذب الاستثمارات الأجنبية. بنشوف الحمد لله تدفق سياحي ونسب إدخال سياحي كبيرة جدا ودخل كبير من السياحة صحيح. أمس الحاجة إليه، رغم إن
حدودنا على كافة الاتجاهات الاستراتيجية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب مليئة بالأحداث العسكرية الساخنة جدا جدا، إلا أن الحمد لله ربنا يديم على مصر الأمن والأمان وقدرة القيادة السياسية على الرشد الاقتصادي واتخاذ القرارات ليس فقط الاقتصادية وإنما السياسية والعسكرية بخطافة شديدة جدا جدا جدا، هو واحد من المفاتيح الهامة لاستكمال مسيرة التنمية في مصر. لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن ما نعاني منه يعاني منه كل العالم، لأن دي أزمات عالمية. لازم نبقى فاهمين صحيح درجة المعاناة والقدرة على التعامل مع هذه الأزمات هي اللي وفي النهاية دكتور عمرو سليمان، الإشادة عندما تأتي من الخارج هي إشادة حقيقية، لأنهم يترقبون ويعرفون الوضع الحقيقي للمنطقة كاملة، ويعرفون ما تم أخذه وتم خطاه من خطوات اتخاذه من خطوات في الإصلاح الاقتصادي. الدكتور عمرو سليمان أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. عربيا، يترقب لبنان وقف إطلاق النار الذي يعقد عليه آمال إنهاء العدوان الإسرائيلية الذي راح ضحاياه نحو 5383 شهيدا و15244 مصابا، ولا يزال الحديث حول توقيت إعلان هذا الاتفاق غير حاسم، ورغم انتهاء زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين إلى بيروت وإسرائيل، إلى أن موعد إعلان الاتفاق لم يحدد بشكل واضح. وفي تعليقه على الاتفاق قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم إن نجاح المفاوضات تعتمد على رد إسرائيل وجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا على شرطين رئيسيين باعتبارهما خطوطا حمراء في أي اتفاق، وهما الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلية والحفاظ على سيادة لبنان. للمزيد من المتابعة معي شارل رزق وزير العدل اللبناني السابق. صباح الخير يا فندم. ألو، هل تسمعني يا فندم؟ أستاذ شر، يا معالي الوزير، طيب ربما أنت تسمعني أنا لا أسمعك الآن، وربما يعني سيتم تعديل هذا في اللحظات المقبلة. أسألك عن التوقيت وأسألك عن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، والحديث أن هناك اقتراب جديا من وقف إطلاق النار في لبنان. فقدنا الاتصال بشار رزق وزير العدل اللبناني السابق. قال سفير المغرب لدى مصر محمد آيت أن مصر حققت خطوات عملاقة في مجالات التنمية والبنية التحتية، مؤكدا أن العلاقات المصرية المغربية هي علاقات متميزة بقيادة ملك المغرب محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك في كلمة سفير المغرب بالقاهرة خلال ملتقى الأعمال المصري المغربية الذي أقيم بعنوان نحو شراكة عربية إفريقية، حيث أكد أن التعاون بين حكومتي البلدين أسهم في تعزيز وتنمية العلاقات في شتى المجالات بينهما. نتابع. ملتقى الأعمال المغربي المصري حفل هدف إلى ترسيخ العلاقات المصرية المغربية وفتح روابط جديدة من التعاون والاستثمار المشترك بين مصر والمغرب، في ظل قوة وعمق العلاقات المغربية المصرية التي أسستها القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين. مصر والمغرب بتربطهم أكثر من اتفاقية للتجارة الحرة، طبعا أول واحدة اتفاقية أغادير مع الاتحاد الأوروبي، وده بتتيح التكامل الصناعي بين الدولتين بحيث احنا نتكامل في الصناعة ونصدر لأوروبا في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وطبعا بتربطنا ودي مهمة جدا الاتفاقية الأفريقية للتجارة الحرة. نقيم بين الفينة والأخرى هذه اللقاءات التي تكون غالبا ما تكون بناءة
وصالحة ومفيدة جدا لكي يتعرف التجار على بعضهم البعض، ويتعرف رجال الأعمال على بعضهم البعض، ويكتشفوا الأسواق، ويكتشفوا ماذا يريد هذا البلد وماذا يريد البلد الآخر، ويكون التقارب. أتمنى إن شاء الله كل هذه المستثمرين أنهم يقصدوا هذا الباب، لأن سفير فعلا أعطى لكل الناس وكان معهم يعني بقلب صاحب صديق أخ. كانت العديد من الأسئلة المشاكل اللي كانت تواجه أي مستثمر، لكن سعادة السفير أدى يعني بابه مفتوح للجميع. أسفر الملتقى عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في العديد من المجالات، ليؤكد على الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بين مصر والمغرب. هذا شرف لنا باش نكونوا حاضرين معهم اليوم. قد يكون تجارة صناعة خدمات، وخاصة في المواكبة والتكوين، قروض بنكية، فلاحة، صناعة تحويلية، كذلك القماش، معارض، وفي كذلك أبناك، وفي قروض، وفيه زراعة اللي غادي تكون مع رجال أعمال المصريين والمغاربة. هدف ديالنا وهو خلق التواصل ما بين العلامات التجارية المصرية والعلامات التجارية المغربية. الحمد لله اليوم المغرب كيتوفر على علامات تجارية قوية في القطاع الملابس، في قطاع المطاعم، في قطاع الاكسسوري. احنا الهدف ديالنا اننا نشجعوا هاد المنتجين انهم يرجعوها في علامات تجارية وتجي للمغرب. تبادل التجاري بين مصر والمغرب واصل حوالي تقريبا في 2023 700 مليون دولار، فاحنا بنتطلع ان المبلغ دوت يتضاعف اكثر من ذلك وكلام من ده، خاصه مع الدعم اللامحدود من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المعطيات لدعم الاستثمار، وايضا من جلاله الملك محمد السادس. فاحنا النهارده بنحاول يكون دور للمجتمع المدني واحنا كقائمين على هذا المؤتمر في كيفيه توطيد العلاقه وتشجيع التجار ورجال الاعمال بين البلدين. ضم الملتقى العديد من رواد الأعمال في مصر والمغرب لتبادل الرؤى وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتبادلة. مشروع مدينة الدواجن التابع لمجمع عمال مصر في حمزة الفيوم وتكراره في المغرب ونقل التجربة في المغرب، أعتقد دي هتبقى نقطة تكامل. لما يكون في مصالح مشتركة هيكون في تعاون بشكل كبير جدا وتعاون مستمر. احنا بنعتبر نموذج صناعة وطنية حقيقية، بنعمل صناعات محلية حقيقية وليست صناعات تجمعية. الملتقى ألقى الضوء على العديد من النماذج وقصص النجاح لرواد الأعمال المصريين والمغاربة وخلق فرص استثمارية واعدة في البلدين. تواصل جامعة قناة السويس صعودها في التصنيفات العالمية محققة مركزا متميزا ضمن أفضل 200 جامعة عالمية في مجال العلوم البيئية وفقا لتصنيف التايمز البريطانية لعام 2025، وجاءت الجامعة في المرتبة السادسة محليا بين 27 جامعة مصرية ومن بين 749 جامعة من 92 دولة حول العالم، مما يبرز من ريادتها الأكاديمية والتزامها بالتميز البحثي على المستويين المحلي والدولي. تصنيف التايمز البريطاني للعلوم البيئية لعام 2025 يعد الأول من نوعه في قياس مساهمات الجامعات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات. وبهذه المناسبة أعرب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندورة عن خالص تهانيه لأسرة الجامعة، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وأكد استمرار الجامعة في مسيرتها لدعم البحث العلمي وتعزيز مكانتها الأكاديمية لتظل نموذجا يحتذى به. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية أخبارنا في هذا الصباح، مستمرون مع حضرتكم ولكن بعد هذا الفاصل، بعده موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة نجلاء الجعفري.